السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، ووفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. يا شيخ، عند القيام من التشهد الأخير هل ترفع اليدين في تكبيرة الإحرام في حال عدم تحصيل جميع الركعات في عند الصلاة في جماعة؟ أنت مخلط في سؤالك، أعد السؤال. رفع اليدين في تكبيرة الإحرام 4 مواضع، صحيح؟ لا، ما تقول في تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام هي التكبيرة الأولى فقط. نعم نعم، هذه التي تسمى تكبيرة الإحرام، الله أكبر للدخول في الصلاة. لكن نعم، وعند الركوع والقيام من الركوع والقيام من التشهد النصفي. يا حبيبي، لا تسمى تكبيرة الإحرام. رفع اليدين مع التكبيرات في أي موطن هي؟ هناك 3 مواطن عليها أدلة صحيحة: عند بداية الصلاة الله أكبر، عند الهوي للركوع، عند القيام من الركوع، وموطن رابع فيه نزاع أثبته بعض الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفاه آخرون، وهو عند القيام من التشهد الأوسط. فبعض الصحابة نقل عن رسول الله أنه كان لا يفعل ذلك، وبعضهم نقل أنه كان يفعل ذلك، فمحمول على أنه ترفع الأيدي أحيانا عند القيام من التشهد الأوسط ويترك الرفع أحيانا. طب والتشهد الأخير عند القيام منه في حال يعني عدم، كيف القيام منه؟ التشهد الأخير بعده التسليم يا حبيبي. نعم نعم، في حال عدم إتمام جميع الركعات، يعني أنا أصلي أكثر من ركعة، أنا أصلي مثلا خلف الإمام. أنت متخلف يعني، جئت متخلفا. نعم بالضبط. لا بأس، ما يعتبر أوسط بالنسبة لك. تمام، الله يسلمك، فيه الوجهان يعني. السلام عليكم. نعم يا عبد الرحمن، الأسئلة ما في الشاشة ممسوحة، في فصل الآن مفصول التلفزيون. يسأل عن، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخي، في صلاة العشاء الإمام جلس في الركعة الثالثة وسبح له الناس فقام، لكنه رفض أن يسجد سهوا، وسجد بعض المصلين بعض الصلاة سهوا والبعض الآخر لم يسجد. رفض أن يسجد للسهو، لماذا رفض؟ بعد ما سلم أخبرته أن عليك سجود سهو، قال لا لم أزد في الصلاة، فرفض أن يسجد. وبعض المصلين البعض سجد والبعض لم يسجد. الصلاة صحيحة على أي حال، والمسنون أن يسجد للسهوي.
السجود هنا واجب أليس كذلك شيخ؟ واجب لكن ما أعرف ما علته في عدم السجود. يعني يقول ما زاد ركعة أو ما زاد سجدة؟ لا ولكن ينبغي أن يسجد. تمام جزاك الله. لا يدري كم صلى. الشيطان يأتي أحدكم اذكر كذا حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين قبل أن يسلم وبعد التسليم. ادعو لي بحفظ القرآن يا شيخ. الله يعيننا وإياكم على حفظ القرآن وفهمه والعمل به. آمين يا شيخ. الله يسلمك والسامعين والسامعات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. هناك عندي سؤال، أنا دخلت في الصلاة وكبرت تكبيرة الإحرام وكنت ناوي إن أنا أركع على طول، يعني كنت دخلت في الصلاة وكبرت تكبيرة الإحرام وكنت ناويا إن أنا أركع على طول، ما أعرفش يعني مش أكبر وأقف وبعدين أروح راكع، لأن الإمام كان راكع أصلا، يعني مش أكبر تكبيرة الإحرام وأركع على طول. ده اللي كنت ناوي إن أنا أكبر تكبيرة الإحرام وأركع فورا. وبعد يعني عشان الحق يعني والايام كان واقف، فكبرت ورحت واقف، قلت لا ما اركعش يعني، وقفت بعدين كبرت ثاني وركعت، فهل الفعل ده هو ده الاصح؟ يعني فاتتك ركعه ولا ايه؟ مش فاهم. لا لم تفوتني، الايام كان واقع. فانا يعني الامام راكع. اصبر، الامام راكع فانت دخلت وقلت الله اكبر وهممت ان تركع لكنك وقفت فقلت الله اكبر للركوع، فعلك صحيح. حرمت ان انا اركع وقفت بعدين رحت مكبر تاني للركوع وركعت ولحقت الركعه، ما في ده الاصح يعني من انا كنت اركع على طول. ما في مشكله، الصلاه صحيحه. صح. الله يبارك فيك. السلام عليكم. أبو عبد الله السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كلمتين بس كنت عايز أقولهم لك امبارح بس ما عرفتش أقولهم لحضرتك والله. اتفضل. بالنسبة للأخ اللي قاعد بيتكلم عن حضرتك، أنا عاوز أقول لحضرتك بس كلمة واحدة بس. أبشر فالله ناصرك نصرا عزيزا مؤزرا. ربنا يبارك فيك ويحفظنا وإياك يا رب، نرجو الله لنا ولكم الهداية والتوفيق على الدوام جميعا يا رب. اللهم آمين يا أبو عبد الله، بارك الله. ألف شكر، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. شيخ عندي سؤال، أنا أخوك من العراق حسين. اتفضل يا أخي. شيخنا يعني شخص كان مسلم وارتد يعني بسبب رب العالمين وسبب الرسول. أعوذ بالله. وكان يروح شيخنا يعني يذهب المقهى يقعد هناك ويلعب دومنا، وكان عنده متعصب ويسب رب العالمين ويسب الرسول، لكن هو تاب وابتعد عن ذاك المكان، هل الله يتقبل توبته؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نعم شيخنا. وشيخنا عندي سؤال ثاني. تفضل. شيخنا هل كاتم العلم كافر؟ على حسب حال العلم. على حسب حال العلم. وعلى حسب المواقف. كيف يعني؟ يعني كما ورد عن علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ في مسائل العلم بها قد يفهم على غير وجهه، كما فعل أنس مع الحجاج بن يوسف الثقفي، وكان الحجاج ظالما مبيرا، فسأل أنس عن أشد عذاب عذب به الرسول أقواما، فذكر له أنس حديث العرانيين أن النبي صلى الله عليه وسلم سمل أعينهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وتركهم في الحرة يستسقون ولا يسقون،
فاستقل الحجاج ما يفعله من الجرائم أمام هذا، وأهمل الذي فعله العرانيون حتى استحقوا هذا العقاب. فلام الصحابة أنسا على هذا الإخبار. فعلى حسب حال العلم وعلى حسب المقامات، وليس كل من كتم علما لعلة يكفر. فحذيفة بن اليمان رضي الله عنه كتم أسماء المنافقين لعلة، وفاطمة عليها السلام سئلت عن الذي سارها به النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا شيخ. الحمد لله. كنت عايز أسأل حضرتك سؤال بخصوص الربا. سل في تعاملين كده عايز أسأل عنهم. التعامل الأول، لو واحد استعمل عامل عنده والعامل ده الراتب معروف أو الأجر معروف كده، فهو قال له لو هصبر عليك هتزود الراتب، ده التعامل ده فيه ربا؟ لا، ازود لك الراتب لو تصبر عندي. يعني مثلا انت مش هتاخد الاجر بتاعك في اخر اليوم، هتصبر شهر او هتصبر مدة، فقال له لو هصبر يبقى الاجر يزيد، ده ربا كده؟ لا ما هو ربا. التعامل الثاني، لو انا مثلا في شركة من شركات الاتصال بشحن الباقة مثلا بمبلغ وليكن 50، فهو لو معيش رصيد قال هشحنها الشركة هتشحنها وتاخد مثلا 55، ده كده ربا؟ لا، ليس بربا. ما هو في سلعة وسيطة هنا. في سلعة، الرصيد ده يعتبر سلعة. طبعا سلعة. ألف شكر الشيخ، الله يسلمك. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا شيخ. نعم شيخ، وأنا كنت عايز أقولك إن أنا بس يعني تعبانة شوية من فكرة اللي هو يعني التفرقة العنصرية بين البنت والولد، فأنا مش عارفة يعني إيه. لا، عفوا، كيف التفرقة العنصرية بين البنت والولد؟ مش فاهم، من الذي فرق تفرقة عنصرية بين البنت والولد؟ يعني في المعاملات، يعني تقصدي أب ظالم مثلا، ولا تقصدي الميراث، ولا تقصدي إيه بالضبط؟ يعني مثلا في البنت مثلا بيقولوا لها ما تعليش صوتك. طيب أنت مفروض على البنت والولد في القرآن. لا، أنا بس أسأل سؤال. لا عفوا، بس أسأل سؤال. أنت تتكلمي من ناحية التفرقة الأسرية أو التفرقة الشرعية، يعني ربنا مثلا قال في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، أنت تعترضي على هذا أو تقريه؟ أنا مش بعترض. أيوه. يعني زي مثلا الرجال قوامون على النساء. أيوه، لماذا يعني؟ من جوايا يعني أنا متضايقة، بس بحاول ان انا عشان بحاول ان انا اقنع نفسي ان انا راضي عشان ربنا ما يغضبش عليا. طيب اسمعي الكلام بس، اسمعي الكلام، عفوا. يعني هو ربنا سبحانه، اسمعيني بس، هو ربنا سبحانه وتعالى، وانا وانت نعرف ان الله الذي خلقنا وانه ليس بالظلام للعبيد، فهو علل الحكم الرجال قوامون على النساء. لماذا؟ ذكر ربنا أمرين، قال بما فضل الله بعضهم على بعض، يعني في القوة البدنية والعقلية. يعني أنت كفتاة كم سنك؟ كم عمرك؟ 18 سنة. إذا جبنا لك ولد يصارعك عمره 18 سنة، هتغلبيه ولا يغلبك؟ هيغلبك، لأن الله جعله أقوى تلقائيا. بعد كده ما تحملي وتولدي إن شاء الله بسلامة الله، أصبحت مثلا 40 سنة، هنجيب شاب رجل عمره 40 سنة، هيغلبك أكتر ولا أنت اللي هتغلبيه؟ هو اللي هيغلبك. يعني في قوة ربنا جبل الرجل عليها، بما فضل الله بعضهم على بعض، الرجال أقوى من النساء. ثانيا،
العلة الثانية التي ذكرها ربنا وبما أنفقوا من أموالهم، فالرجل يدفع لك المهر ولا أنت اللي بتدفع مهر الرجل؟ الرجل يدفع المهر. من مسؤول على النفقة اليومية في البيت؟ المرأة أو الرجل؟ هو الرجل من الناحية الشرعية، فلهذا له القوامة للقوة البدنية بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالرجل مسؤول عن الإنفاق ولو كان أبوها ملك، الرجل مسؤول عن المهر، المرأة لا تدفع مهرا، الرجل أقوى جبلة من المرأة. ثم إن الله أثنى على النساء بعدها قال فالصالحات قانتات مطيعات في المعروف، ليست الطاعة المطلقة كما الرسول قل إنما الطاعة في المعروف، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فالمرأة في البيت وانت نفسك مع أبنائك، ليه انت أمرك يطاع في البيت على بناتك؟ يعني الأم تأمر بنتها، البنت تطيع ليه؟ لأنه ما مسؤول عن رعيتها، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فيعني ما تزعليش، لأن الله خلق لك ثاديا، ما خلق للرجل ثاديا، الله جعلك تحملي ما جعل الرجل يحمل، الله جعلك تحيضي ما جعل الرجل يحيض. فكل واحد في جبلات جبل الله الخلق عليها. الله جعلك مثلا متوسطة الجمال، غير جميلة جدا، غير دميمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ مصطفى. وفيك الله يبارك. لو سمحت أسأل عن صحة حديثين. اتفضل. الحديث الأول، قيل يا رسول الله أي دعاء أسمع قال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. هذا الحديث منقطع من طريق عبد الرحمن بن صابت أظن عن جابر أو غير جابر، وهو لم يسمع منه، في سنده انقطاع لا يثبت. لكن عفوا، السند بهذا المتن بهذا السند ضعيف، ولكن عندنا أدلة أخرى في الباب. يعني ممكن الحديث يكون سنده ضعيف لكن عندنا ما يشهد لمعناه. فهذا الحديث سنده ضعيف لكن تشهد لمعناه شواهد. من الشواهد الشاهدة لمعناه قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كان الرسول أحيانا يقول بعد الصلاة رب قني عذابك وما تبعث عبادك، وبعد الصلاة دوما أو كثيرا ما يقول أستغفر الله أستغفر الله، يستغفر ثلاثا، استغفر الرسول ويتعوذ: اللهم إني أعوذ بك من البخل ومن الجبن، التعوذات، كل هذه أدعية بعد الصلاة. والشاهد لجوف الليل الآخر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من داع فأجيبه؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فالحديث الأول الذي هو أفضل الصلاة أفضل الدعاء جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات سنده ضعيف لكن معناه شواهد يصحح بها. فهمت كلامي؟ نعم فهمت، بارك الله فيك. الله يكرمك. الحديث الآخر، تفضل. الحديث الآخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء. السند هذا فيه ضعف. نعم، بارك الله فيك. الله يسلم. آخر شيء شيخ مصطفى، فضلتك قلت أن الرسول كان يقول بعد دبر كل صلاة: اللهم أكني عذابك يوم تبعث. أحيانا ورد ذلك، وردت في موطنين، أنها أحيانا قبل التسليم وأحيانا بعد التسليم. نعم بارك الله. الله يسلمك يا صالح. ليه ما فيش أسئلة على الفيز الصفحة على الصفحة المكتوبة الأسئلة المكتوبة؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا شيخ، لو أنا ذهبت عند أمي، عندي بناتي في ثانوي. نعم. وعندي بنات في ثانوي.
عندك نزل عند بنات أمي في الثانوي وذهبت عند أمي وأذهب بيهم عند أمي. أيوه. وأخواتي أيضا عندهم أولاد في الثانوي. بنين بنون. أيوه بنون. وعند أمي صالة كبيرة ينفع البنات تقعد بس بنات يقعدوا مع أولاد خالتهم على جنب الأولاد الموجودين ولا لازم ينفصلوا في مكان لوحدهم؟ لا ينفصلوا في مكان لوحدهم. المفروض عشان حرام. ده سن يعني سن مراهقة يا أختي. حرام. سن مراهقة خطر. أيوه. آه. الاختلاط بهذه الطريقة يولد فسادا عريضا. ابنتي أصيبت بمرض السكر صغيرة. الله يعافيها من عنده، لا تيأسي من الدعاء ولا من رحمة الله. يا رب. يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شيخنا بارك الله فيك. من فضلك بس عندي سؤال بس الرجاء يعني سريعا اقل من دقيقة بس بشكل يعني بس ترفع السماء الله يبارك فيك. والله لا استطيع ان ارفع السماء واعطل الناس. نصف دقيقة يا شيخنا مش اكثر يعني سريعا. يعني سريعا مش اتأخر. السلام عليكم. السلام عليكم، محل آخر لهذا السؤال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم الشيخ مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ عساكم بخير. الحمد لله بخير طيب. بارك الله فيكم. أيوة. ابن عمي طلق زوجته وقال لها إن لم تفعلي كذا فأنت طالق. وقد طلقها من قبل مرتين. فما الحكم بارك الله فيكم؟ قال لها المرة الأخيرة ماذا؟ قال لها إن لم تفعلي كذا فأنت طالق. طلاق معلق يعني؟ وكان نعم. طلاق معلق اختار رأي العلماء القليلين بأنه يكفر كفارة يمين. مع السلامة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدنا. تفضل. مسافر للرياض ومن الرياض لمكة. قول إن شاء الله. بإذن الرحمن. بإذن الرحمن. أحرم من أين يا مولانا؟ أحرم من أين وأنا هرتكب معذور اللي أنا هلبس مخيط. عفوا لحظة بس أشوف أتابع الأسئلة. تمام. أنت مسافر إن شاء الله للرياض وبعدين من الرياض الرحمن الرياض لمكة بإذن الرحمن ستحرم من محظور ها؟ وهرتكب محظور إن أنا هلبس مخيط. ستحرم من ميقات السيل أو من ميقات الهدى وبارتكابك المحظور تطعم 6 مساكين أو تذبح شاة أو تصوم 3 أيام. أيوم شئت. أيوم شئت. يا شئت. تمام. يسأل الأخ أسرة البتنوني أيهما أفضل الدعاء بين الأذان والإقامة أم عقب كل صلاة؟ كله مستحب ورفع الله قدرك يا شيخ يا دكتور عمرو بك هذا النورين بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا شيخ إزي حضرتك كيف حالك؟ الحمد لله أنا بخير. لو سمحت شيخ عندي سؤالين معلش لو أمكن. تفضل. السؤال الأول وصحة حديث ان الواحد يتشافى بالتراب ان هو حديث بالاصبع كده في التراب وفي دعاء بيتقال حديث النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده على التراب بسم الله تربة ارضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا باذن ربنا. نعم. هذا الحديث من حديث ثبوت ثابت صحيح لكن ما توجيهه من العلماء من قال ان هذا في احيانا بعض الجروح اذا نزفت الدماء اذا وضع عليها شيء من تراب الفرن المحروق عارف تراب الفرن ايوه نعم يسد الجرح. فاطمة بنت رسول الله لما
جرح الرسول يوم أحد كانت تغسل بالماء فلا يزاد إلا انهمارا، فأحرقت حصير وغطت به. ومن العلماء من قال هذا الحديث على ظاهره، على ظاهره والطربة خاصة بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وللعلماء توجيهات أخرى أكثر من الذي قلته. يعني هذا جائز ولا ما هو جائز؟ الرسول عليه السلام قال ذلك، بسم الله تربة أرضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. لكن هل هو خاص بالمدينة، تربة أرض المدينة، أو بصفة عام؟ تمام. طب السؤال الثاني معلش يا شيخ، هل دلوقتي الإمام يصلي بنا العشاء النهاردة ثم قام جاب ركعة خمسة وإحنا نبيناه ثم نزل، بس ما صلاش السهو، هل الصلاة صحيحة؟ الصلاة صحيحة، سجود السهو واجب مستقل. تمام. الله يبارك فيك. بارك الله فيك يا شيخ إيهاب عقل وحفظك الله، وأنت يا شيخ محمد ابن علي الصقر سلمك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيفك يا شيخ؟ الحمد لله، تفضل. الله يبارك دعوتك معنا حول أولادي وأولاد الله. الله يبارك فيك وفي أهل بيتك وذريتك ونحن والسامعين والسامعين. قول لحضرتك بس أنا عندي معاملة كده عملتها، أنا عندي شركة يعني صغيرة، وبعمل بتعامل مع شركة تانية بعمل لها بقدم لها بطاعة وبيع لها كده، فحصل ظروف عندي في الشركة فمش قادر اطلع فواتير، فاخدت فاتورة من شركة تانية زميلة لينا معايا حضرتك معك. فانا اتفقت مع الشركة اللي انا هاخد منها الفاتورة دي ان ديهم 5% من قيمة الفاتورة، فهل دي معاملة كده صح ولا كنت لازم اقول له مثلا من المكسب بتاع الفاتورة؟ يعني عفوا وضح السؤال بسرعة اكثر. يعني مثلا انا عندي شركة، يعني انا دلوقتي في شركة اتفقت معها انها تطلع لي فاتورة لشركة تانية. يعني فاتورة، انت شركة تبيع منتج؟ انا ببيع، بس في ظروف عندي دلوقتي مش قادر ابيع، مش قادر تطلع الفواتير. فاخدت فاتورة من شركة تانية للشركة اللي انا اقدم لها الخدمة اللي هي البضاعة اللي هديها، فالشركة اللي انا هاخد منها دي اتفقت معهم ان هم النظير ان هم طلعوا الفاتورة هياخدوا 5% من قيمة الفاتورة. طيب وفي تزوير هيحصل؟ لا 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 خالص، لا 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 خالص. ها؟ حاجة. لا 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 خالص، مفيش أي حاجة. مفيش أي تزوير؟ لا لا خالص والله، لا لا مفيش أي حاجة. مفيش بس. ولا في قيمة الفاتورة مش من المكسب، فهل المعاملة كده صح؟ لا كما تحبون أنتم. مفيش مشكلة فيها. التراضي. الحمد لله، جزاك الله كل خير. يا عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك؟ الحمد لله بخير. أفضلتك عندي سؤالين بخصوص الحج إن شاء الله. السؤال الأول، كنت قرأت إن لو أتيت عرفة ليلا يعني مفيش مشكلة إن أنا أمشي على طول، لأن كده مفيش عندي الواجب بتاع إن أنا أمشي قبل الغروب، لو مش قبله يبقى في عندي مشكلة عندي دم يعني. فأنا السؤال، لو أنا رجيت مثلا قبل الفجر في عرفة، هل كده حجي يتم وبس كده المبيت في مزدلفة هيبقى راح عليا، لأنه خلاص الناس هتكون مشيت؟ يلزم أن تدرك صلاة الفجر في مزدلفة. يعني اروح بالليل عرفة عادي وبعدين الحق اروح الفجر في مزدلفة اصلي الفجر وبعدين اروح في مزدلفة؟ طيب السؤال الاخير بعد اذنك، الناس بتسالني في الحج يعني بحكم ان في لحيه او كده بيتوسموا ان انا ببقى فاهم قوي يعني، بس انا عندي سؤال عايز اعرفه عشان لو حد سالني. ايه الحاجات المحظورات الاحرام؟ انا عارف المحظورات الموجوده، ده محتاج شرح واسع يا حبيبي. ارجع لموقعنا على النت تجد محظورات الاحرام. نعم عارف يا شيخ، عارف. السؤال ان انا لو وقعت محظور من المحظورات او اخليت واجب من الواجبات، هل سواء الكفاره اللي هي الاطعام او الصيام او الدم؟ لا، في تفصيل. اذا تركت واجبا عليك دم، اخليت ارتكبت محظورا ينظر الى هذا المحظور، ما المحظور ومن ثم الكفاره تتاتى. هو المحظور مش هيكون جماع او اتيان نساء، محظور عادي يعني. يا اخي على حسب المحظور، على حسب المحظور الذي ارتكب. لبست مخيطا، مخير بين صيام 3 ايام او ذبح شاة او اطعام 6 مساكين، فعلى حسب المحظور الذي ارتكب. طب الشعر والاظافر يا فضيلة الشيخ برضه نفس الاختيار؟ عمدا ولا سهوا؟ لا
سهوا في تعمد سهوا لا شيء سهوا خلاص سهوا لا شيء لو تعمدا يقدر يتخير برضو بين الثلاث أشياء مظبوط الأظافر أنا لا أعلم فيها شيئا إلا أقوال علماء طب والواجبات فضلت الشيخ هو مخير ولا هو ما يقدرش لا الواجبات ابن عباس يقول وتبعه الجمهور من خذ يا صالح هذا ما عاد في أسئلة من ترك واجبا ممسوح فلينسك نسيك ماشي طب لو هو غير مقتدر ان هو يذبح ما عندي وأصلا نص الهدي وهيصوم عشان الهدي العادي والله ارتكب يعني ما عندي نص في المسألة ما عندي نص في من ارتكب محظورا عفوا من ترك واجبا إلا أثر ابن عباس فليعمل عملا صالحا كبيرا اجتهد أقول لك نعم شكرا أربعون حديث من كلمتين مطلوب يعني يا أخت نجلاء ده ولا إيه بالضبط أربعون حديث من كلمتين مش فاهم أربعون حديث من كلمتين يعني مش فاهم ما مرادك بالكلمتين السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا شيخنا الحمد لله شيخ أنا كنت عاوز أسأل حضرتك بخصوص نفقة المتعة ونفقة العدة كيف يتم حسابها بعد الطلاق ما فيها أما ما فيها نصوص عن رسول الله بل النص في كتاب الله لينفق ذو سعة من سعته ومتعهن على الموسى قدره وعلى المقتر قدره لكن الحكومات تجعل لها نظاما عند الحكومات تسأل عنها المحامين طيب ونفقة الأطفال على حسب الساعة أيضا على حسب الساعة أيوة في طفل صغير طفل كبير رجل موسر رجل غير موسر على حسب الساعة طيب جزاك الله طيب. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم بعد إذنك يا عم الشيخ سؤال بسيط بالنسبة لمقابلات الشغل مقابلات الشغل ما جاي لي مقابلة شغل في مجال يعني قريب من مجالي بس مش تخصصي بالظبط هو التوفيق طبعا بتاع ربنا وكل حاجة بس دايما مقابلة الشغل بتعتمد على الكلام الكتير يعني في المقابلة فالواحد وارد ان هو يتطرق لمواضيع كتير هو ما بيعرفش يعملها بس هي كلام يعني في الاول وفي الاخر كلام يا اخي لا افهم الكلام ده انا ما لا افتي في هذه الصفحه بالتزوير ابدا ولا بالغش هذه الصفحه لا نفتي عليه ابدا لا بتزوير ولا بغش ما تقولش يعني ان هي كلام تستحل الكذب لا استطيع ان اقول لك استحل الكذب شكرا وحفظك الله يا أمل بنت بدير السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حالك يا شيخي الله يحفظك طيب والله الحمد شيخي بالنسبة للباس الإحرام في أدب يقع يعني سمين وزني نعم نعم ففي أدب يعني سامحني بالالتصاق بين الفخذين هل يجوز في ما يسمى بالالتصاق الإحرام أو يلف قطعة قماش حول الفخذ إذا فعلت ذلك تطعم ستة مساكين يعني لبست سروال لدفع الأذى عن نفسك أطعم ستة مساكين أو اذبح شاة أو صوم ثلاثة أيام إذا كان لساق يا شيخ بس لساق مجرد لسقة مثل اللسقة الطبية لكن كبيرة يعني يعني أطعم ستة مساكين أحوط لك الله يجزاك خير يا الله يكرمك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم لو سمحت يا شيخ عايزة أسأل حضرتك على حاجة تفضلي لو في أخت يعني كانت بتتكلم في التليفون مع أختها وجوزها لما دخل كان متعصب جدا ومتضايق بسبب مشكلة ما بينهم يعني فراح قال لها هي مش فاكرة وهو كمان مش متأكد علي الطلاق أو تكوني طالق لو ما قلتيش هي كانت بتقولك إيه وهو كان متعصب جدا 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 وقال لها قولي انا مش بهدد وقولي الحقيقه فهي قالت له بس مش كل اللي دار في المكالمه مش بالظبط بس قالت له اللي هو كان عايز يعرفه فبعدها بكام يوم قالت له هو اللي حصل يعني بالظبط اللي انا قلته لك بس في كلام تاني ما تقلش
قال لها لا خلاص اللي انت قلتيه هو ده اللي انا كنت عايزة اعرفه. لا شيء في هو ده اللي انا كنت عايزة اعرفه. لا شيء في ذلك. لا شيء في ذلك؟ ايوه. يعني حتى لو ما كانتش قالت له كل الكلام بس هو اكتفى. لا شيء في ذلك، وهي مش قرآن، هي حافظة قرآن، هتسمع قرآن. تسمعت قرآن وغلطت غلطتين متحملة. تمام شكرا يا شيخ. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. كنت سمعت حضرتك يعني لو حد والعياذ بالله زيد حصل منه ولا حاجة ما جددش عقد النكاح يعني. ما كان في عقد النكاح، السؤال اللي من شوية يعني ولا إمتى؟ نعم. السؤال الذي سئل من ربع ساعة؟ لا لا. أيوه. فهل مثلا ما جددش عقد النكاح حتى لو والعياذ بالله تكرر منه؟ لا لا ما يلزم تجديد العقد. حتى التكرار تكرر منه كذا مرة؟ لا يلزم تجديد العقد. نعم؟ لا يلزم تجديد العقد. ربنا يحفظك يا شيخ. الله يسلمك. شكرا. الله يكرمك. الأخ الذي يسأل عن الأجر كيف يفتين أنه ليس ربا؟ لا ده هذا اتفاق مبدئي. قال له إذا أنت هتحاسبني يوميا أخذ اليوم بعشرة جنيه مثلا، إذا هتحاسبني شهريا هأخذ الشهر بثلاثمائة وخمسين جنيه. ده اتفاق عمل ليس ديون، افهم يا أخي السائل. ده في اتفاق في بداية العمل. أنت يا شيخ هتحاسبني يوميا أو شهريا أو سنويا؟ قال لا حسبك شهريا. طيب انا اشتغل شهريا 500 جنيه في الشهر. طيب انا قال حسبك يوميا، انا في اليوم اخذ 20 جنيه مثلا. ده عروض كلها للاجاره في ابتدائها. بارك الله فيك. السلام عليكم. انا قال حسبك يوميا، انا في اليوم اخذ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. علاج قسوة القلب يا شيخ وجفاف العين. علاج قسوة القلب كثرة الاستغفار مع دعاء الله سبحانه، اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع. نعم وجفاف العين. ها؟ جفاف العين. جفاف العين. قولي اللهم إني أعوذ بك من عين لا تدمع، واستغفري أيضا من ذنوبك. الله. الله يسلمك. بدون سلك. كده ولا لا؟ كده يعني؟ السلام عليكم. محمد سعيد مقدم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله أنا طيب الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. شيخنا معلش عندي سؤال بس، معلش أنا آسف. اتفضل. هو ممكن اعرف افضل الاعمال اللي انا يعني اعملها في الايام القادمه يعني العشر الاوائل من الحج؟ كل اعمال بر اعظمها ذكر الله الاكثر من ذكر الله. تمام. نعم. شكرا شكرا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. شيخنا الفاضل أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. هل هناك نهي على السفر يوم الجمعة قبل الصلاة؟ لا ليس هناك نهي. جزاك الله خير. الله يكرمك. قل أرملة أهلي رافضون زواجي تماما فذهبت للمأذون فزوجني فكان يمليني الكلام وأنا اللي قلت زوجتك نفسي. إذا رفض الأولياء كلهم تزويج ابنتهم لا لشخص بعينه إنما مبدأ الزواج رفضينه لها وهي تريد أن تتعفف تنتقل للولاية فالسلطان ولي من لا ولي له. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالك شيخ مصطفى؟ الحمد لله بخير. بارك الله في عمرك وعملك. وإياكم. أقول حضرتك الحديث حضرتك بتضعف حديث اللي هو من صلى الفجر في جماعة. نعم مضاعفه. نعم. نعم. كان كنا نحسنه قبل اغترارا بتحسين الشيخ ناصر له رحمة الله عليه، لكن وبعد التدقيق في أسانيده أسانيده تالفة. أنا كنت بس حضرتك توضح نقطة إن أصل الجلوس
من الفجر إلى غروب الشمس وصلاة ركعتين. إلى غروب الشمس؟ إلى طلوع الشمس تقصد؟ طلوع الشمس وصلاة ركعتين، ده أصلا فعل النبي صلى الله عليه وسلم إن هو كان يجلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا. بس ما فيش صلاة ركعتين وما فيش حج عمرة تم تم تم. أنا أقصد إن صلاة الركعتين اللي هي صلاة الضحى دي أصلا الصلاة دي مطلوبة يعني. يعني بس انت بتقيد كلامنا كله منصب على كتبت له حج عمره تم 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 تمام. اما كون رسول الله كان يجلس في مصلاه فيستحب الجلوس في المسجد حتى تطلع الشمس مع ذكر الله سبحانه وتعالى. واذا بدات يومك باربع ركعات ليس ركعتين حتى، لقول الرسول عليه السلام من حديث نعيم بن همار الغطفاني عنه فيما يروي عن ربي: يا ابن آدم صل لي أربع ركعات أول النهار أكفك آخرة. نعم. ثابت حسن الإسناد. أنا مقصدي بقى شيخنا أن حضرتك لما تذكر ضعف الحديث توضح لنا، عندنا بعض الإخوة اللي كانوا يجلسوا من الفجر إلى الشروق لما سمعوا تضعيف الحديث ابتدوا يتكسروا عن هذا الأمر. والله انا نبي دايما واضيف يقولوا للاخوه اللي قاعدين لا خلاص الحديث ضعيف مش لازم نقعد. لا مش لازم تكاسل. اشكرك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يجلس في مصلاه اذا صلى الفجر حتى تطلع الشمس حسنا، فيتكلم اصحابه بحديث الجاهليه فيضحكون ويبتسم، يضحكون ويبتسم. فالسنة الجلوس في المسجد حتى تطلع الشمس حسنا، وكما أسنفت يا حبذا نصلي أربع ركعات. الأخت داليا تسأل عن ماذا يا عبد الرحمن؟ سؤال داليا بالإنجليزي ما أعرف شيء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ بارك الله فيك. وفيك بارك الله. لو سمحت يا شيخ كنت عايز أستفسر عن الاستفسار بس. تفضل. انا دلوقتي كنت ناوي اشتري سياره من معرض بس قال لي التقسيط هيبقى قسط كشركات، هل ده حرام ولا حلال؟ نعم. قال لي التقسيط، انا هشتري سياره من معرض ايه وهقسطها، بس هو قال لي التقسيط هيبقى تبع بنك او شركه. لا يجوز. لا يجوز. ايه تمام. شكرا لحضرتك. الاخ البعلي السيد البعلي يطلب تحديد موعد. والله أتمنى ذلك يا أخ سيد، لكن كما ترى الآن أن المواقيت متغيرة ولا نتحكم في أوقاتنا. فجأة يأتيك ضيف لا تدري من أين أتى، من بلد بعيدة يريد أو آخر يريد فتوى، تضطر تعطيه حقه. وأحيانا دروس تكون في بلد بعيدة على ما نرجع يكون في تأخير في الوقت، فأعتذر عن عدم ضبط الوقت بالساعة بالدقة المتناهية التي تتوقعها. أحيانا الطرق فيها ازدحام أثناء رجوع من الأسفار ونحو ذلك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ مصطفى، ازي حضرتك؟ يا رب تكون طيب. بخير إن شاء الله. الله يبارك في عمرك. حضرتك أنا كان عندي سؤالين. السؤال الأول، لو حضرتك أنا بتجوز من واحدة أرملة وكل عائلتها ميتين، ملهاش غير أولاد صبيان، وهو ده الوالي بتاعها، لكن ابنها اللي هو الكبير ده البالنس ما بيصليش، هل يجوز يبقى هو ده الوالي بتاعها؟ يجوز. يجوز. طب حضرتك السؤال الثاني، حضرتك انا شاري شقه ب 800,000، دفعت 400 وعليا 400، هدفع كل سنه 100,000 جنيه، وانا بحسب بس انا معايا الفلوس ومعايا اكتر منها، لما باجي احسب الزكاه بتاعتي هطلع 400 من فلوسي اللي هي عليا اللي هدفعها كمان اربع سنين ولا ما طلعهمش؟ لا، طلع الزكاة الفلوس اللي معك، لا تقسم الديون بعيدة الأمد. لا أقسم الديون. الديون بعيدة الأمد. هي حضرتك أنا الديون بتاعتي بعيدة الأمد لا تقسم، الله يحفظك. شكرا. السلام عليكم. سنوات كأنها معدومة الآن مش. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. يا شيخ كنت عايز اسال حضرتك سؤالين يعني. السؤال الاول هو كنت عايز اسال حضرتك يعني مثلا اسماء مثلا زي السيده زبيشه والسيده آسيا ويعني وكثير من السيدات والرجال، يعني عرفنا اسمائهم منين يعني؟ لو من الاحاديث وهكذا يعني.
لا، أما زليخة دي ما في حديث بزليخة دي. أنا امرأة العزيز اسمها زليخة، ليس هناك نص لا من كتاب ولا من سنة ثابتة اسمها زليخة. أما مريم فمن القرآن، أما آسيا فمن السنة. طب والسيدة آسيا وهكذا كل من السنة. من السنة. طب يا شيخ السؤال الثاني هو يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الحديث اللي يعني بيرويها لنا يعني كان بتنزل من الوحي ولا من عند الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يعني الأحاديث تنزل من الوحي؟ أي تنزل من الوحي، إلا في بعض أمور الدنيا تكون هناك اجتهادات في بعض أمور الدنيا، كما في قصة تأبير النخل. الرسول قال إذا حدثتكم عن الله فإني لن أكذب على الله، إذا حدثتكم عن دنياكم فأنتم أعلم بأمور دنياكم. نعم. ايه طبعا جزاكم الله خيرا يا شيخ، ويعني ارجو حضرتك ان تدعي لي في الثبات ان باذن الله يعني قريبا سوف اتمم ختم حفظ القران الكريم ان شاء الله. الله يتمم عليك بكل خير. في كم سنه؟ انا 19 عام. الله يتمم عليك بكل خير يا بنتي، الله يتمم عليك بكل خير. جزاك الله خيرا. هنيئا لك، هنيئا لك بكتاب الله، هنيئا لك، هنيئا لك بالقران الكريم، هنيئا لك. الحمد لله. والله يا أختي، والله يا بنتي، والله يا بنتي، والله ختامك القرآن الكريم مع فهمك له والله أحسن من 100 شهادة دكتوراه. فأثبتي، ولا نمنع أنك تاخذ دكتوراه في أي شيء نافع أيضا، لا نمنع، لكن هنيئا لك بالقرآن الكريم. وأرجو منك يا شيخ أن يعني تدعو لأهلي بلين القلب، لأن أريد أن ألبس يعني أنتقد وهم يعني لا يريدون ذلك، ف يعني أرجوك يعني ادعو لهم بلين القلب أنه يرفض. الله يلين قلبهم ويهديهم، هم في غفلة ولا يعرفون قيمة الفتاة التي تتعلم وتحفظ كتاب الله وتريد أن تتعفف ولا يراها رجال. الله يهديهم بس، الله يهديهم. آمين يا رب، اللهم آمين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. امرأة نذرت أن تخرج 30,000 جنيه عن أبيها وأمها وزوجها. شكرا يا حسين. رحمة الله عليهم أجمعين. 30,000 جنيه صدقة عن أبيها وأمها، ها؟ لا، بس نذرت إن هي تذبح عنهم. طيب ما المطلوب؟ المطلوب إن هي مش هتقدر دلوقتي. أقل ذبيحة دلوقتي بحوالي 70-80,000 جنيه، هي مش هتستطيع، ماذا تفعل؟ يا حبيبي في ذبائح ب30,000، هي كانت أضحية ولا لا؟ الإيه؟ هي كانت نذرت أضحية أو لم تنذر أضحية؟ نذرت إن هي تطلع عن كل واحد ب10,000 وأن تذبح بيهم بالفلوس دي. كم واحدهم؟ كم واحدة؟ كم فرد اللي تذبح؟ كم فرد؟ هتطلع 30 عن كل واحد منهم 10,000 وبعدين بعديهم بال30 تطلعهم عليهم هم الثلاثة. تذبح بهم يعني ولا ايه؟ اه تذبح بهم. اه يعني انت مشكلتك في ان ال30,000 لا تكفي ذبيحة؟ اه دلوقتي لا، ممكن تجيب ذبيحة ب30,000 ولو صغيرة توفي بالنذر، لأن ما اشترطت سن معينة. لو هتجيب خرفان تمشي؟ هي ماذا اشترطت؟ ماذا نذرت؟ طيب مش عارف بصراحة من النظر، لكن احنا مثالها لو نظرت ان هي تذبح بس بشكل عام، لا تذبح اي شيء، اي شيء يجزي اذا كانت نظرت ان تذبح فقط. طب اذا قالت نذبح بقرة او جاموسة؟ تجيب بقرة او جاموسة صغيرة، في بقرة ب30,000 صغيرة وجاموسة ب30,000 صغيرة، موجود. موجود يعني؟ اي روح السوق شوف ستجد، ولو عجلة صغيرة يعني. طيب اذا لم تجد؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها، بس ما تفترضش افتراضات والله تتعب. انا مش بفترض يا شيخ، انا واخد بالي. انا قلت لك يا اخي الكريم اذا نظرت ذبيحه، اي ذبيحه تجزي، جدي، عنز، كبش، نعجه، بقره، اي شيء، اذا نظرت ذبيحه من البقر، البقر ب30,000 موجود وب20,000 موجود صغير لباني. نعم ماشي، تذبح عادي يعني ما فيش مشاكل. اي نعم الله يسلمك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل لك. السلام عليكم وبركاته. نورين بارك الله فيك. بقول لحضرتك يا شيخ، انا رحت زوجتي بتحامل ورحت عملت اشعه كده اسمها يعني رباعيه الابعاد في مستشفى محمود اللي هو المستشفى كبيره في العجوز. فرحت بس انا قلت لهم في خصم لان الاشعه كانت ب 700 جنيه، فقالوا لي روح للجنه مكتب كده جنبهم، فعملوا لي خصم وادوني ورقه. فانا بصيت في الورقه كده اللي خلوا الاشعه ب 500 بدل 700، فلقيت بيقول تم تخفيض 200 جنيه من زكاه الاموال لان في هم بيتلقوا تبرعات وكده. فانا طبعا ببص ان انا ما استحقش مثلا ان انا اخد زكاه مال، بس انا كنت ببحث ده. سدد لهم 200 جنيه اذا كنت بوسعك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. شيخنا جزاك الله خير، الله يحفظك. وياك تفضل. شيخنا انا الحمد لله ربنا كرمنا حصلت على تصريح حج هذه السنه. نعم. حصلت على تصريح حج هذه السنه الحمد لله. اللهم لك الحمد يا رب، يكتب لنا ولكم يا رب. اللهم امين. عملي كان يعني بعيد من جده، يعني باجي جده مثلا يعني كل كم شهر باجي اجلس شهر في جده. فانا دلوقتي ماخذ اجازه من الشركه في انتظار الحج. أنا الآن موجود بجدة لي يومين، أعمل عمرة من مكاني ولا لازم أروح؟ أنت من أي البلاد؟ أنا من مصر. ذهبت إلى جدة من متى؟ يعني أنا عملي بالسعودية، ذهبت إلى جدة من عفوا عملك في السعودية يا حسن. عملي بالسعودية. فين في السعودية عملك؟ يا شيخ متنقل، يعني أنا في شهر رمضان خط 10 أيام جدة. يعني انت سائق ولا ايه بالضبط؟ عفوا انا بسال الا بس، يعني انت سائق ولا ايه؟ متجول ولا انا مندوب مبيعات ولا ايه بالضبط؟ يعني شغال في شركه فني وسواق في نفس الوقت. يعني انت فني وسائق وعملك ماشي معك تتنقل من بلده الى بلده، وجاءك تصريح حج. يوم ما تهل بتصريح الحج يوم ما تنوي الحج وستلبي، انظر أين أنت. إن كنت في بلدة بعد المواقيت، افترض أنك في الطائف، ستهل من ميقات أهل الطائف. افترض أنك أقرب إلى مكة، ستهل من مكانك. يعني أنت أقرب إلى مكة من الميقات، أنت في جدة مثلا، ستهل من جدة، من مكانك الذي أنت فيه. فهم كلامي ولا؟ العمرة يا شيخ. ها؟ لولا العمرة كذلك؟ العمرة أو الحج واحد، شأنهما واحد. في الميقات شأنهما واحد. يعني أنت الآن شغال متجول، سائق، مندوب مبيعات، أيا كان العمل، كل يوم في بلدة. جئت إلى جدة وبعدين نويت الحج من جدة، تهل من مكانك. افترض أنك مندوب مبيعات وصلت إلى المدينة، ستهل من ميقات أهل المدينة. وصلت إلى مثلا الطائف، ستهل من ميقات أهل الطائف. لكن افترض أنك في مكة نفسها، ستهل من مكة. جزاك الله خيرا. الله يبارك فيك. الله يكرمك. أم تريد أن تورث أبنائها في حياتها، فتريد أن تبيع بيتها لإحدى بناتها، لكن البنت لن تستطيع أن تسد كم المبلغ دفعة واحدة. قالت سأدفع جزءا والباقي سأعطيه لإخواني بعد سنتين، لكن بالسعر القديم والإخوة رفضوا، هل من حقهم ذلك فهم يريدون بالسعر الجديد؟ إذا كان البيع قد تم من زمن انتهى الأمر، إذا كانوا مترددين على ذلك. لم يكن تم فلهم الحق في الرفض من الآن إذا كانت أمهم تريد العدل بينهم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. قضية تنظر عن قرب يعني. تفضل. لو سمحت يا شيخنا، أنا كنت بسأل سؤال عشان أختي. اختي كانت اختي عندها شقه، والدتي كانت دفع لها فلوسها من المحافظه، وعندها قطعه ارض ورثنها من ابي الله يرحمه يعني. لكن ركز معي ثاني. هي اختي لها حاجتين، شقه والدتي هي اللي دفع لها فلوسها، وعندها قطعه ارض ورثنها لها جزء فيه من والد الله يرحمه. ايوه. بارك الله فيك يا مصطفى بن طه وسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم.
مساء الله وبركاته، كيف حالك يا مصطفى؟ الحمد لله بخير. بإذنك عندي ثلاث أسئلة. تفضل. وفي السؤال الأولاني في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله تربة أرضنا. صحيح أي نعم صحيح صحيح. طب هو له كيفية في الرقية أو حاجة ولا هو؟ والله بعض العلماء يقولون تبل يدك وتمسح المكان على ظاهره. هذا الذي المكان اللي فيه الألم؟ المكان اللي فيه الألم هذا قولنا. يعني الواحد يبل إيديه بريقه كده. هكذا؟ بسم الله تربة أرضنا برقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. وبعض العلماء خاصه بتربة المدينة وبعضها أطلقه تربة أرضنا الأرض بصفة عامة. لكن أنا أنصحك بمراجعة الشرح فهناك أقوال أوسع. بس هو ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ثابت 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 صحيح. طيب. آسف آسف قطع الخط. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا. ما فيك. ما يكرمك. كان في خلاف ما بينه وبين صديقي كده. خلاف بينك وبين صديقك لما والسؤال؟ السؤال ان ربنا هل ربنا اباح قتل النفس قبل الاسلام؟ اباح ايه؟ استدلالا قتل النفس. لا مش اباح قتل النفس، لا لا مرفوض. الايه اللي هي 54. صبرا بس انا فهمك. لم يبح ربنا ان تقتل نفسك ابدا، بل قال ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. لكن بنو اسرائيل ارتكبوا جريمه كبرى. وهي انهم عبدوا العجل من دون الله. يعني بعد ان سلمهم الله من فرعون واله واكرمهم بالمن والسلوى و الى اخره، بعد ذلك عبدوا العجل. تمام. وتركوا عباده، فكانت كتوبه عليهم، كتوبه عليهم لن يتاب عليكم الا اذا قتلتم انفسكم. فكان الرجل يمشي بسيف يقتل اهل بيته، يقتل امه، يقتل اباء، يقتل من تيسر من صادفه، الى ان رفع الله عنهم وعافى عنهم. فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. فكان خاصا ببني إسرائيل لما عبدوا العجل. تمام. يعني مش كل الأمم. لا 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 الله يبارك فيك. حسن الجمعة مستحب عند الجماهير. امرأة تريد الطلاق لأن زوجها يهينها ويكلفها فوق طاقته وشحيح ويرفض كونها تصلي أو تقرأ القرآن، هل لو طلقت للضرر يسقط حقها في المهر أم لا، علما أنه لا يصلي إلا الصبح والجمعة؟ طيب هذه قضية تنظر ينظرها القضاء. قضايا طلاق الضرر على وجه الخصوص تنظر. أما إذا كان يضربها ضربا مبرحا أو لا ينفق عليها من الأصل تماما أو كذا ممكن تطلق للضرر تأخذ حقوقها، لكن هي قضية تنظر. بارك الله فيك يا ياسر ابن عسل. هل يجوز المرأة أن تقرأ القرآن وهي حائض؟ اختار رأي العلماء القائلين بالجواز. أما حديث علي رضي الله عنه الذي هو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن لا يحجبه شيء إلا الجنابة وقاس علي الحائض فلا يصح، في سند عبد الله بن سلم المرادي وهو ضعيف. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك في حضرتك شيخ مصطفى ويحفظك لنا إن شاء الله. ولك بمثل، بارك الله فيك. احنا متابعين حضرتك من فرنسا أنا وأصدقاء كتير، ويا ريت بتمنى إن يكون في رقم خارجي نتصل على حضرتك بيه. إن شاء الله نفعل. التليجرام يا عبد الرحمن يوصل الخارج لينا ولا إيه؟ ويحفظك يا شيخنا، احنا يعني بنحبك كتير ونتفائل جدا لما بنشوف حضرتك، وبتمنى ان الحلقه الشيخ عبد الرحمن ينزلها لنا على طول على صفحه حضرتك علشان بنتابعها على طول. على اليوتيوب ولا على ايه تقصد؟ على اليوتيوب يا شيخ مصطفى لو سمحت. خلاص يا عبد الرحمن اجتهد. لان في صفحات كتير بتنزلها وطبعا بيكون فيها اعلانات كتير، فبصراحة أتمنى إن الشيخ عبد الرحمن ينزلها لنا على صفحة حضرتك على طول. إن شاء الله بإذنك يا رب.
والحاجة التانية نفسي يا شيخ مصطفى بعد إذن حضرتك برضو يعني حالات عن الصحابة، لو يعني نفسي أسمع منك سيرة الصحابة. عبد الرحمن، ما لنا على اليوتيوب حلقات عن صحابة رسول الله؟ حلقات عن صحابة رسول الله أتمنى أسمعها من حضرتك، اللي عندنا ثقة كبيرة أبشر في حضرتك. أبشر 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 إن شاء الله، دروس طيبة وسلسلة بإذن الله سنجعلها خاصة بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس في الفضائل فقط إنما في سيرة الصحابة رضي الله عنهم، وأنا أعد لها وأجهز غرفة الاستوديو لهذا الغرض. وموجود شيء آخر، موجود شيء آخر، إن استطعت أن سلسلة فضائل أهل بيت الرسول نشرت على قناة الندى وعلى صفحتنا، نشرت أهل بيت الرسول أهل البيت. الله يكرمك يا شيخ مصطفى، وبعد اذنك يعني في طلب من اذن يعني احنا متابعينك على طول، والحلقات كلها متابعينها على قناه الرحمه على القنوات. والله طيب، الحمد لله ان ربنا جعل في هذه الفيسبوك ماشي الحمد لله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم نعم نعم. مرحبا بك يا شيخ. الحمد لله طيب من فضل الله تعالى. بنحبك في الله. والله أحبك الله الذي أحببتنا له. وسؤالي اتسأل يعني ومحتاج أسأله لحضرتك. سأل. دلوقتي في بنت كانت نصرانية وأسلمت. طيب الحمد لله. لها بيضايقوا عليها وبيضربوها وبيعنفوها ومش بتعرف تصلي، يعني هي الوقت اللي هي فاضلة فيه وقت دخول الخلاء بس. يعني انت هتفترض افتراضات غريبة، يعني مش هتصلي الا في الخلاء؟ صلى على رسول الله كده يا ابني الحلال. ممكن تشوف اي غرفة من غرفها تقفل على بابها كأنها بتغير ملابسها ولا شيء وتصلي. المشكلة اللي هم يعني حاطين اختها معاها اللي هي على طول معاها، فما ينفعش تسيبها ولا حتى خمس دقايق، لانه عرفوا اللي هي اسلمت وعايزين يرجعوها تاني. فالحل اللي هي ما تعرف تزور واحدة صاحبتها؟ هي لا، ما بيخرجهاش مع اي حد يعني. انت معقد الدنيا. طيب الحمام واسع وفسيح، في جزء نظيف؟ ايوه ايوه. خلاص في جزء نظيف ماشي، هتعمل ايه؟ ماشي. اذا كان في حمام واسع نعمل ايه؟ ماشي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ مصطفى. اتفضل. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. الخط قطع مع حضرتك دلوقتي. اتفضل. اقول لحضرتك اختي طلع لها شقة من المحافظة، والدتي هي اللي دفعلها فلوسها كاملة. طيب. فاختي عندها بنتين. وميراث من ابيها. والتاني ميراث من ابيها. انا هسأل سؤال عشان حضرتك بس. الشقة والدتي اللي دفعها تمن فهم فهم. اختي لها بنتين، بنت من زوج الاولاني وبنت من زوج تاني. هذا السؤال سئل من ثلاثة ايام بالضبط كده. فوالدتي عايزة تهب الشقة ديت لبنتها الكبيرة عشان ايه والدها يعتبر مش موجود. للحفيدة. للحفيدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. للحفيدة. هل كده في شيء على والدتي؟ امك ثرية يعني وعندها كده شقة ولا ايه بالضبط؟ لا، في شقة تانية بس هي اقل يعني، انا ما فيش الا انا واختي بس. فهي قالت لها تتنزل. امك بهذه الطريقة ستظلمك وتظلم ابنتها. الطريقة دي تظلمني. طبعا طبعا. يعني امك اعطت لاختك شقة. صح؟ صح كده. وستريد ان تعطي لابنتها الحفيدة شقة اخرى. لا، نفس الشقة. نفس الشقة بتاعت اختي. نفس الشقة بتاعت اختي عايزة تتنزل فيها لحفيدتها. يعني عايزة تعطي الحفيدة شقة. طيب هيبقى لها عندها شقة واحدة. هتدهن انا. طب واختك ضاعت. ما هي اختي مريض الكلى. يعني ناويين تموتوها يعني. في حالة لا قدر الله في حاجة يبقى الشقة دي لحفيدتها. بس في حفيدة تانية، في حفيدة تانية. حفيدة بنت أخرى. بنت أخرى من زوج تاني. أبوها ثري. شوف يا شيخ، أنا أنصحها ألا تفعل هذا. الذي تفعله
وصية بالثلث لهذه الحفيدة، والله أعلم من سيموت أولا، وتترك التركة كما هي، لأن البنت الحفيدة هذه سترجع تنازعك أنت قانونا في الشقة إذا هقول لك لها الوصية الواجبة، ولا هتكتب لك أنت الآن أيضا، تكتب لنا الشقة الثانية. ضيعت البنت المريضة الله يديها. غلط كده دكتور، غلط غلط. طب وبالنسبة برضو لقطعة الأرض، كانت أختي برضو عايزة تتنازل للبنتين بقى عنها. يا أخي الكريم، أمك لا تفعل أي شيء لا لك وللأخرى ولا لبنتها ولا لبنتها، إذا أرادت أن توصي بثلث التركة لفلانة من للبنتين معا، لأن الحكومة كده هتعطي للبنتين الحق في الوصية الواجبة، تأخذ ثلث. لا هي كانوا عايزين زي ما يعني يعني يعملوا كل حاجه قبل، يعني يكتبوا كل حاجه باسم كل واحده. ضيعت المراه المريضه. بنت اختك دي هترمي امها بعد كده. الله اعلم من يموت. وكون ان هم، لان هم ما لهمش الا انا، يعني انا الراجل الموجود بينهم، فهي كون ان انا يعني هي عايزاني اجيب لها محامي وتمشي في الاجراءات دي، هل انا عليا ذنب؟ ما انت اصل انت مستفيد، انت هتجيب محامي عشان يثبت لك شقة. يثبت لك شقة ويثبت للحفيدة الشقة. بالظبط. ضيعتم الحفيدة الأخرى وضيعتم المرأة المريضة. بس هي المريضة موافقة على كده، هي عايزة كده. طيب ظلمت الحفيدة الثانية. الحفيدة الثانية لماذا حرمتموها؟ لها أب ولا إيه؟ لها أب أحسن شوي. يعني مبسوط أحسن. فهي مني التانية أبوها كأنه مش موجود، فهي والدتي خايفة عليها. يعني أبوها عايش على قيد الحياة، عايش بس ما كأنه مش موجود. كم عمر البنت؟ 12 سنة. أبوها سيتسلط ويأخذ منها الربع ويأخذ منها الحق، وطلع لك 100 مشكلة مع المحامين. انصح أمك ألا تفعل شيئا. إذا فعلت تكتب وصية بما لا يتجاوز الثلث للبنات أو لفلانة. الحفيدة. طيب أنا علي ذنب شفنا لو أنا، هي قالت لي لازم توديني المحامي لأن هي ست كبيرة، يعني أنا علي ذنب في حاجة؟ صح لله، لا أنا سألت قالوا لي كده بس. شكرا. تمام. بهذا القدر أجتزئ حامدا لله، مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاكرا لأنعم الله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهم وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. بارك الله فيك يا أخي وسيم ولك بمثل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا نور السماوات والأرض ومن فيهن.
اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأثرنا ولا تؤثر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا الرحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك من الحور بعد الكور يا رب العالمين، ونعوذ بك من التردي والهدم يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم يا ربنا خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى، وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى، وأنت راض عنا. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين، واغفر لنا يا خير الغافرين، وافتح علينا يا خير الفاتحين، وانصرنا يا خير الناصرين. وأكرم منازلنا ووسع مداخلنا يا خير المنزلين، احفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام، اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض، واجعل لنا لسان صدق في الأولين، ولسان صدق في الآخرين، ولسان صدق في الملأ الأعلى إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء، طيب أقوالنا وحسن أخلاقنا، وأخلص نوايانا، وأصلح أعمالنا، وسلس خائم قلوبنا يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون يا رب العالمين. اللهم فك الأسر المسلمين، فرج كرب المكروبين، ورد غائب المسلمين، واخذ الدين عنا وعن المدينين يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا مرفقا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتات الأعداء. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.